72 نقطة يكسب المؤشر هذا اليوم. أستاذ يوسف، ما رأيك بإغلاق اليوم؟ طبعا الإغلاق الأخضر كان متوقع يعني منذ الافتتاح. السوق المحلي في عنده إيجابيات كبيرة، اللي بيطلع على الصورة الكبيرة بيشوف إنه الاقتصاد يعني السوق بيعكس الاقتصاد وبيسبقه، فقد يكون هالتذبذبات اللي عم تحصل إلى أعلى إلى أسفل هي وقتية فقط، بس السوق ما زال هو سوق تصاعدي. بالنسبة لإغلاق اليوم إذا نطلع على الكمية والقيمة ما هي مرتفعة كثير، طبعا عندنا ال 121 يعني مليون سهم تداول على تقريبا 2.9 مليار، 81 ألف صفقة. عملت حسابات سريعة جدا، يعني عندنا كمية الصفقة تقريبا حوالي 1500 سهم، قيمة الصفقة تقريبا حوالي 36 ألف ريال، والمعدل قيمة السهم المتداول حوالي 24 ريال. هذا بدل على انه طبعا معظم الاسهم عم تتداول ما هي اسهم مرتفعة القيمة، وكمان بيشير على انه التداول ما هو قوي كثير، ما هو مرتفع. احنا بدنا نشوف تداولات تقريبا فوق الخمسة ان شاء الله باذن الله، يعني 5 و6 مليار، ليكون سوق فعال وقوي ونقدر ناخذ نشوف فيه، يعني قد يكون صعودات من هنيك ورايح أي الى مناطق سيولة اعلى. تحت ال5 مليار تعتبر قليلة برأيك؟ انا بعتقد قليلة تحت 5 مليار حتى نقدر نبني يعني قرار قوي. السيولة مهمة والاحجام التداول مهمة جدا، كيف بنحلل احجام التداول مع القيمة ومع الصفقات، هذه كلها مهمة يعني المقارنات. لكن بتعرف لما يكون في احجام تداول قليلة جدا وقيمة يصعب عليك قليلة، يعني ما بيكون في ثقة وراء الارقام، لانه المؤشر يعني الحجم التداول مهم جدا عند سواء كان على سهم قطاع او على السوق كله، مهم جدا للمحلل، بيعطي ثقه وراء الارقام. يعني اذا في كميه قليله عم تتداول والسهم ارتفع فرضا ريال واحد، او كميه ضخمه جدا عم تتداول والسهم ارتفع ريال، انا في يعتمد اكثر لما يكون في كميه ضخمه تداولت والسهم ارتفع ريال، لانه في هذا بدل على انه في ثقه وراء الارقام اكثر. طيب فاحنا بنحب نشوف 5 مليار ان شاء الله، هذه ان شاء الله مع الوقت بتجي. بالوقت الحالي يعني بدنا نشوف حوالي 4 مليار وبالطالع على الاقل. طيب ناخذ فهد من الطائف في بداية هذه الفقرة، واول متصل معنا اخوي فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. بخير اخي فيصل، حياك الله اخوي فهد، كل عام وانت بخير. وانت بخير الطيب، الله يعطيك العافية. تفضل. عندي استفسارين الله يعطيك العافية. تفضل. كل سرور، تفضل. المعادن والمجموعة، معادن نشوفها اليوم ارتفعت 17.10 ونزلت نزول ل 16.45، ما ادري هو السهم هو حيطلع هو ينزل اكثر من كذا؟ نبغى شرح مفصل الله يعطيك العافية. ينزل اكثر من 16.45 تقصد؟ ايوه. طيب. وبالنسبة للمجموعة، لأن شفت اليوم في ارتفاع، ما أدري هو عليه خبر أو عليه شيء، ما أدري والله. السوق كله مرتفع يمكن أخوي فهد. لأن المجموعة كانت ب 21 و10، اليوم شفتها طلعت ب 1 ب 22 و10 بارتفاع ريال، بس ما أدري هو السهم حيطلع صعود أو حينزل، ما أدري. الفترة كم؟ يعني أنت تسأل هالأسبوع ولا هالشهر ولا؟ لا، على الشهر، على الشهر. على الشهر هذا. طيب. أيوه على الشهر، هو سهم معادن، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أخوي ناصر من الطائف أيضا. اخوي ناصر، مساء الخير استاذ فيصل. مساء النور اخوي ناصر، يعطيك العافيه. الله يعافيك، كل عام وانتم بخير استاذي. وانت بخير يا اخوي ناصر، احييك وحي ضيفك وطاقم البرنامج. الله يحييك اخوي ناصر، حياك الله، يطول عمرك استاذي. طبعا احنا اليوم حقيقه الصعود كان ممتاز حقيقه، بس انا صراحه انصدمت حقيقه لما تراجعنا الى 71 نقطه، وتفاجات يعني حقيقه في السيناريو هذا الغريب العجيب. ممكن يعني انا اتوقع انه طبعا شيء اكيد راح تكون ردة فعل للوضع السياسي وعودة سمو ولي العهد سالم معافى لله الحمد، ولكن أتوقع أنه ما هو بالشكل هذا، يعني أنه فعلا يعني يا أنه في يعني أعتقد أنه في يعني هذا الداعم للسوق بلا شك أنه داعم يعني الوضع السياسي، ولكن ما أدري إيش اللي حرك السوق ونزل السوق بهالشكل يعني طيب. شيء صراحة عجيب. بعدين أنا أتمنى يا أستاذ فيصل سم، ولازلت أعيد وأكرر صراحة أنه حتى التطمينات اللي جتنا طبعا من المسؤولين هنا انه طبعا ما في الانكشاف على مجموعه دبي العالميه، ترى على فكره انا مع ضيفك في موضوع انه احنا فعلا في الاعلام احنا اللي هزنا السوق، يعني هذه بجد انا ملاحظها، صدقني يا استاذ فيصل كثير من القنوات. وبعدين انا ودي احدد ترى على فكره، يعني لازم احدد في هالناحيه، في قنوات معينه مثل قناه سي ام بي سي عربيه اقتصاديه، صراحه بجد بامانه يا استاذ فيصل يمكن قناه الاقتصاديه ارحم شوي، يعني طلعت محللين وجابت محللين حتى يمكن ما عندهم خلفيه عن سوق الاسهم السعودي، وللاسف الشديد تكلموا بشكل فظيع لدرجه ان واحد منهم وصف التطمينات اللي جت من مؤسسه النقد العربي السعودي انه هذا التطمينات اللي يقول لك اقل من 2% او اقل من 2 في الألف. 2 في الألف.
قال غير صحيح. يعني في ناس ثانيين قالوا غير صحيح، هذه تطمينات كأنها تخبئ وراءها انكشاف أكبر، فهذا اللي دهور السوق. أنا أتمنى حقيقة، وهذه أمانة يعني، أتمنى من المسؤولين أنه يكون هناك عقوبات للمحللين، أتمنى يكون في نظام قانون صارم لأي شخص يطلع تصريح في أي قناة سواء كانت حكومية أو خاصة يعاقب. شكرا. شكرا جزيلا لك أخوي ناصر. أم محمد من مكة. أختي أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا في الأول بس حبيت أحمد الله على سلامة وصول ولي العهد. الحمد لله. وهنأ الشعب السعودي إن شاء الله يطلع خير علينا كلنا. يا رب يا رب. ولو سمحت أبغى أسأل عن دار الأركان والإنماء. شركتين يعني لهم فترة طويلة نايمين، نسمع إنه في أخبار ونسمع كده، وأنا استثمرت فيهم. وأبغى أسأل ضيفك يعني ليش الأسباب إنه هم الاثنين دول نايمين؟ هل في شركات أفضل أستثمر فيهم أحول عنهم؟ يعني وإيش مؤشراتهم؟ هل أصبر؟ أنت ما أخذتهم بس بسعر كم عشان يكون السؤال واضح؟ زي دار الأركان في 20 في 20 ريال 21 بعد كده أخذت شوية في 17 بس الحين نزلت طبعا أكتر. طيب والإنما أخذتها في 16 ونزلت أخذت 13. يعني تاخذين وينزل السهم وتاخذين زياده على اساس نعدل السعر. طيب وقاعد. ممتاز. بسال ايش هي مؤشراتهم ايجابيه؟ نصبر ابشري نبيع في اسهم اخرى نستثمر فيها يعني كاستثمار مده سنه اثنين افضل من هالسهمين تقصدين؟ يعني افضل. طيب. غيرهم. طيب طيب شكرا لك ام محمد. خالد من الطائف. اخوي خالد. الو اخوي خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير اخوي. مساء النور اخوي خالد تفضل. نحب نبارك للشعب السعودي بعودته سمو ولي العهد سلطان عبد العزيز. بغيت اسال الدكتور تفضل تفضل عن شركه تيمنول. وش سؤالك اخوي خالد؟ انا حركه الفنيه في الايام المقبله ان شاء الله. في الايام المقبله مضاربه يعني؟ اي على الاستثمار قصير الاجل. يعني معك فلوس برا بتستثمر في كيمنول تسال عن رايه مثلا؟ ايه. طيب طيب شكرا جزيلا لك اخوي خالد. فؤاد من جدة. أخوي فؤاد. أخوي فؤاد. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي فؤاد. يا أخوي بس لضيفك الله أرضى عليك، صدر تصريحات من الحكومة الأمريكية بخصوص البنك التابع للمملكة القابضة سيتي جروب، وصدر الظاهر أنه لا مانع بإصدار سندات بقيمة حوالي 500 مليار. فأنا بدي أستفسر الله أرضى عليك المملكة القابضة يعني من فين متجهة يعني المملكة؟ يعني المملكة القابضة. نعم. بعد هالأخبار لوين متجه السهم؟ نعم صحيح، لأنه صدرت موافقة من الحكومة الأمريكية. طيب أنا سؤالي أخوي فؤاد، أنت شاري في السهم قصدك ولا بتدخل في السهم الآن؟ والله لا أنا شاري اليوم الصباح لأنه اليوم ارتفعت 2% وبدي أشوف مستقبل يعني. طيب. هي محفظة. أنت شريت وما تدري وش مستقبل الشركة؟ أي نعم نعم صحيح. طيب شكرا جزيلا لك اخوي فؤاد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ابو ماجد من الرياض. ابو ماجد السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف الخير؟ مساك الله بالنور. كل عام وانتم بخير. لو سمحت يا اخي بالنسبه للمحللين، انا ايد الاخ اللي قبل شوي انهم يعني محلل يعني اللي ما يعاقب. طيب. اخر يوم في العطله قبل العطله محلل طلع علينا قال المؤشر باتجاه 5600 وكذا. نعم ورجع المؤشر. أنا أحس ما دقيت إلا بعد ما شفته تتكلم عن المحللين. نعم. أنت ما دقيت إلا يوم شفته تتكلم عن المحللين قلت في كلمة. أنا والله داخل من الدوام طالع يا أخوي خسران خسرتنا طال عمرك. ألو. معك تفضل أبو ماجد. الله تبون طالعين يا أخي خسرتنا أسهم كل أسباب المحللين أيام العربية و... طيب عموما أبو ماجد واضح سؤالك. عندي 500,000 وما بعد 20,000 حسن الله ونعم الوكيل. بس ما بعت إلى الحين. ألا بايع وخسران حالتي حالة. الله يعوض يا ابو ماجد. الله يعوض يا ابو ماجد. الله يعوض يا اخوي. ايش السبب هذا؟ كل اسبابهم يشتروا كذا.